Un Faouja. Tu le connais, toi, celui-là. Khouya. هي ماري خوسينة بن حلاسة أو فروجة التي صدح صوتها مزغرداً على بطل فيلم الأفيون والعصا الشهير بعلي متواقف في الذاكرة الجماعية للجزائريين. ما تلفتش عليك متواقف. Eh bien Boudin, tu ne vois pas que le prisonnier va s'échapper. ولدت ماري خوسي سنة 1940 بمدينة بونيفاسيو من أب جزائري ينحدر من أعالي القبائل. بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء واشتهرت في عالم الموضة الراقية. Oh bah écoutez, n'en parlons pas. Pourquoi ? Vous avez entendu ce qu'a dit Gabin tout à l'heure ? Oui, d'accord. Mais moi, j'ai fait beaucoup de complexes avec ma voix. سنة 1955 فازت مارينات بمسابقة لمجلة Woman of Today التي منحتها الشراكة مع جون كلود باسكال في فيلم روائي بعنوان Love is Dream، العمل الذي منحها لقب نات لأنها كانت تصفف شعرها على شكل ضفائر طويلة. رحلت ماري خوسينات عن عمر ناهزت 79 عاماً. رحلت أيقونة السينما والتلفزيون والمسرح سنوات الستينات والسبعينات.